والمدرب مانويل بيليجريني. اوه كريستيانو رونالدو كاد يلعب على هذه الكره، ترجع للخلف لتشابي الونسو، تشابي الونسو يرجعها بامتياز. كريم بنزيما يفتح مجال التسجيل في الدقيقه الثانيه من انطلاقه الشوط الثاني بالراس، هدف الثاني لكريم بنزيما هذا الموسم، يزيده ثقه في النفس ويجعله فعلا لاعب يحسب له ألف حساب في تشكيلة فريق ريال مدريد. توزيعة من تشابي ألونسو، تقريبا كان في وضعية تسلل كريم بنزيما، مش عارف من زاوية أخرى نشوفوها أفضل، بالرأس على الجهة اليمنى من مرمى الحارس سيرجيو أراغونيس. كريم بنزيما يجعل أنصار الريال وفريق الريال يتنفسان السعداء بعد تسجيل هذا الهدف الأول اللي راح يخلي عناصر تينيريفي تخرج تماما من منطقتها ويخلي بالهجمات المعاكسة بقيادة كاكا.